دائماً ما يحدث جدل حول زواج بعض النجمات من نفس الزوج، وقد تثير الخلافات، ولكن أحياناً تنشأ الصداقات. إليكم في حلقة اليوم من توب 10 مشاهير نجمات تزوجنا من نفس الزوج. ربطت الفنانتان إسعاد يونس وشريهان علاقة صداقة قوية بعدما تزوجت الفنانة إسعاد يونس من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة، ثم تزوج عليها صديقتها الفنانة شريهان. تزوجت الفنانة سمية الألفي من الفنان مدحت صالح، واستمر زواجهما عامين فقط، ثم تزوج بعدها الفنان مدحت صالح شيرين سيف النصر ليستمر زواجهما 4 أشهر فقط. تزوجت الفنانة نهد جبر من سناء شافع ثم انفصلت، ثم تزوج من الفنانة ندى بسيوني وأنجب منها ابنتهما مايا. تزوجت الفنانة حنان ترك من المخرج هادي الباجوري ولكنها انفصلت عنه. وبعد عدة سنوات تزوج الباجوري من الفنانة ياسمين رئيس عام 2010، كما تزوجت الفنانة إنجي علي من المخرج طارق العريان عام 1998، واستمر زواجهما عامين. وفي عام 2006 تزوج طارق العريان من الفنانة السورية أصالة نصري وأنجب منها طفلين توأمين، واستمر زواجهما لمدة 14 عاماً وانفصلا في 2020. وبين زمن الفن الجميل تزوج الفنان صلاح ذو الفقار من زهرة العلا لمدة عام ونصف، ثم تزوج ذو الفقار من الفنانة شادية بعد ذلك ولكنهما انفصلا أيضا. تزوجت الفنانة ليلى مراد من أنور وجدي واستمر زواجهما 7 سنوات إلى أن انفصلا، ثم ارتبط بعدها وجدي بحبه الأول الفنانة ليلى فوزي وظلت بجواره حتى وفاته. وتزوجت الفنانة لبلبة من الفنان حسن يوسف أواخر الستينيات واستمر زواجهما 7 سنوات ثم انفصلا، ثم تزوج يوسف من شمس البارودي عام 1972 حتى الآن. تزوجت الفنانة شادية من الفنان عماد حمدي واستمر زواجهما 3 سنوات، وتزوج بعدها من الفنانة نادية الجندي. في 1952 تزوجت الفنانة تحية كاريوكا من الفنان رشدي أباظة واستمر زواجهما 3 سنوات ثم انفصلا، وتزوج الفنان رشدي أباظة من الفنانة سامية جمال عام 1962، واستمر زواجهما 18 عاماً. وأثناء زواج سامية جمال ورشدي أباظة تزوج الفنان رشدي أباظة على سامية جمال من الفنانة صباح.